ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا كتير قوي من الفترة اللي فاتت، من الحلقة اللي فاتت. طبعا في بنقابل كتير شباب بيكون ليه بصمة اجتماعية كبيرة وبيكون من الشخصيات الناجحة المؤثرة، بس للأسف مش متشاف. دورنا ان احنا ندور عليكم ونظهركم، وان شاء الله دايما هنساعد الشباب وهيكمل الدعم من برنامج شباب القمة للشباب المؤثر والناجح واللي عنده هدف. ضيفنا النهاردة شخصية غريبة ومختلفة خالص. طبعا كلنا عارفين ان احنا لما بنتعب او بنشتكي من اي مرض بنروح بندور على دكتور، بس خلال الفترة اللي فاتت طلعت فيه تطورات كتيرة بس معظمنا مش اخدين بالنا منها او ما نعرفهاش. ضيفنا النهاردة احنا بالظبط مش عارفين اذا كان مهندس ولا دكتور ولا كوتش بيعالج بالفن ولا فنان. اكتشفنا الفترة دي احنا وبندور ما بين الشباب الناجح، لقينا شخصية جميلة جدا وشخصية محبوبة ومثقفة. بدأ ان هو يدرس في علوم مختلفة، او بدأ ان هو يدور على حاجات كتير جديدة، او بدأ ان هو يدور ان هو يكون صاحب بصمة اجتماعية. وهنتعرف على ضيفنا اكتر بعد ما نشوف اراء الناس فيه ونشوف الفيديو اللي جاي ونرجع لكم بعد الفاصل. بعد الفاصل وبنرحب بالمهندس كريم، لايف كوتش معالج بالفن. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام بخير. عايزين نعرف يعني ايه العلاج بالفن؟ تمام. هي دلوقتي كلمه علاج بالفن ده معناها ان احنا بنعمل دمج بين تقنيات معينه في علم النفس اللي هي الخاصه ان احنا بنتعلم منها ازاي نعرف نتحكم في افكارنا، ازاي ان احنا نعرف ندير مشاعرنا، وان احنا بقى هندخل معاها الفنون كعامل مساعد ان هي تجيب نتيجه بشكل اسرع. ليه؟ عشان خاطر الفكره ان هو الفن بيساعد جدا ان هو لو واحد مش قادر يعبر عن نفسه بيساعد ان هو يعبر عن نفسه. طيب هنشرح بقى دلوقتي السيكونس عامه كده بشكل عام كده بيتم ازاي عشان خاطر الصوره هتوضح اكتر. ولكن قبل ما نشرح خلينا دلوقتي بقى نعرف حاجه مهمه جدا، ان هو اي عقل عند اي حد بيكون من جزئين، في حاجه اسمها العقل الواعي وفي حاجه اسمها العقل اللاواعي او اللي هو بالاسم الدارج بتاعه العقل الباطن. العقل الباطن ده هو اللي يعتبر متسجل فيه كل البرمجه بتاعتنا، اللي هي بناء على الحاجه اللي هي متسجله جواه بتحصل كل حاجه على ارض الواقع. فهو الهدف من العلاج بالفنون ان هو هيخش على طول على العقل الباطن يطلع الطاقة السلبية اللي هي متخزنة جواه، بعد كده عايزين ان احنا نرجع نشحنه تاني بطاقة ايجابية. السيكونس ده بقى ازاي بيتم؟ اول خطوة ان انا بعمل شوية حركة اكني بالظبط كده بسخن عشان خاطر اهيئ العقل الباطن ان هو بقى ايه هيبدأ بقى يشتغل. فهي دلوقتي ايضا ان انا هعمل شوية حركة اللي هي مثلا اكني بعمل رياضة او حركة مع الموسيقى، بمعنى ان هو في الموسيقى بتشتغل واحنا هنتحرك معاها. دي كده اول خطوه. بعد كده هنعمل حاجه اسمها جلسه استرخاء لمده 10 دقائق، هنغمض عينينا هنركز على الشهيق والزفير مع ان احنا هنشغل موسيقى هاديه جدا. دي بقى بتساعد على ايه؟ بتساعد ان هو شبه بيتم فصل خالص العقل الواعي وان احنا هنخترق العقل الباطن بشكل دايركت واسرع. بعد لما بنخلص الاسترخاء هندي قلم وورقه والوان، تمام؟ اوكي هناخدها هنفتح عينينا هنبدا بقى هنرسم اللي هو الحاجه اللي هي جوه
العقل الباطن هي اللي هتطلع في الرسمه. مهما كان الانسان مش عارف يعبر عن نفسه، مهما كان بيحاول يخبي، حتى لو ما كانش بيعرف يرسم مثلا، ملهاش اي علاقه، ملهاش اي علاقه بالرسم. ليه بقى؟ ليه؟ عشان خاطر دلوقتي في مدارس كتير جدا في تحليل الرسومات، يعني بمعنى ان شاء الله حتى هيرسم خط، بس الخط ده رسمه تقيل، رسمه خفيف، هيكشف حاجات كتيره جدا، بيوضح في الشخصيات مثلا. بالظبط كده. فساعات لما هيطلع بقى الرسم هنقدر بقى ساعات هنحلل بقى الرسمه دي ونعرف ايه هي بالظبط مشكلته. طب احنا بنقدر نحلل الرسمه دي ازاي؟ دي مدارس بقى تحليل الرسومات. اه بالظبط. يعني في شخصيات كتير او مراكز متخصصه ليها قواعد. اه بالظبط كده. ما في قواعد يعني دلوقتي بتوع علم النفس، في كتب، في كتب مراكز علم نفس هي اللي بتكون متخصصه، ولا بيكون هو في اشخاص لايف معين متخصصين؟ اشخاص معين. جميل. متخصصين في ان هم دلوقتي ايه يحللوا الرسمه دلوقتي بقى وفق بعض القواعد اللي هي اتعملت في مدارس تحليل الرسم. طيب هو هل العلاج بالفن بيكون قصده ان احنا نصفي العقل الباطل من خلال الموسيقى بس او الرسم بس، ولا شامل ايه بقى؟ الموسيقى اللي هي دلوقتي هدفها ان هي هتفصل العقل الواعي، بحيث ان انا اقدر اخترق العقل الباطن. جميل. الحركه عشان خاطر اسخن وكيف الاول. الرسم ان هو هيطلع الحاجه اللي هي متخزنه جوايا. تمام. يعني احنا ممكن كده نفهم ان هو بيفصل العقل الواعي. بالظبط كده. تمام مظبوط. بيدخل العقل الباطن. الباطن بالظبط كده. فبيبدا ان هو يعمل حركه ان هو يسخن. بالظبط كده. طب جميل. طيب هل في بعد كده، يعني احنا كده بنسيبه هو وعقله بقى في مخيلته مثلا هو بيعمل ايه في الرسم؟ بالظبط كده. طيب هو هل العلاج احساسه اللي هيطلع ايه؟ احساسه هو اللي هيطلع. احساسه هيطلع. بالظبط كده. اوقات كتير بنلاقي شخص مثلا تلاقيه قاعد كده مسهم. تمام. تمام. بس اللي هو اللي بيدور في عقله فبيكون ليه ردة فعل، زي مثلا على سبيل المثال اللي انا بفكر في حاجه فجسمي بيتحرك انا وبفكر. صحيح. فهل دي بتكون مثلا من عامل نفسي؟ طبعا، عشان كل حاجه هي اساسا ليها اصل نفسي، كل حاجه هي بتنبع من الافكار والمشاعر، هم دول اللي هو على اساسها كل حاجه بتحصل على ارض الواقع. طيب هل العلاج بالفن ليه علاقه بالامراض الجسديه؟ الفكره ان هو دلوقتي بيساعد على انها تشفى. ازاي؟ عشان خاطر دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها الجهاز العصبي المركزي، ده هو يعتبر اللي بيتحكم في الجسم كله. ده مكون من حاجتين، حاجه اسمها النخاع الشوكي والمخ. جميل. النخاع الشوكي ده هو اللي بيطلع منه الاعصاب اللي هي بتمد اعضاء الجسم كلها. يعني مثلا يعني اعصاب مثلا هتروح على الايد، اعصاب هتروح على الكبد، اعصاب على القلب، وهكذا. في بقى فوق المخ كده ورا العين حاجه اسمها اميجدلا. اميجدلا دي هي اللي متخزن فيها كل الصور اللي بقى ايا كانت في الماضي او انها في الحاضر. فالسيكونس بقى ازاي بيحصل؟ واحد مثلا اتعرض ليه حزن. طبعا. هو كده اتسجل جوه الاميجدلا ان هو اتعرض لحزن. أميجدلا واصلة بالنخاع الشوكي هيروح على العصب اللي هو هيوصل على القلب، فبالتالي كده اتخزن كده جوه القلب حزن اوكي. وهو طبعا غالبا كده ما فرغش مشاعره فخلاص اتخزن عنده. حصل عنده بقى موقف تاني فيه حزن، اولا بالظبط كده، غير ان هو بقى صح عنده اول موقف، فبالتالي شعوره السلبي اصبح ضعف. مرة في التانية في التالتة بتسبب أمراض القلب، معناها إن هو أي دلوقتي شعور بالحزن ده هيأثر على القلب، أي مثلا حاجة ليها علاقة بالإجبار هتأثر على المعدة. عشان خاطر كده مثلا أغلب الدكاترة بيقولوا إن مرض السكر ما بيجيش على كتر الحلويات أو كتر السكريات مثلا، وإن أغلبه بيجي مثلا من كتر الزعل أو الضغط. بالظبط كده. بالظبط كده. تمام. طيب يعني إزاي أفرغ الطاقة السلبية أو الموقف السلبي اللي حصل معايا ده؟ أوكي. بدل ما هو بيتخزن. تمام. يعني انا حصل لي موقف سلبي. أوكي. لو على سبيل المثال ان واحد صاحبي مثلا زعلنا مع بعض او خسرت حد عزيز عليا او حصلت عندي حاله وفاه، تمام، فازاي اتخلص من الموقف السلبي وما يفضلش ماثر عليا؟
دي بقى هيفرغها بقى عن طريق دلوقتي ان هو ايه؟ هيرسم وهيسيب كل دلوقتي مشاعره السلبية انها تخرج، هيسيب نفسه خالص. وانس ان هي اتفرغت عن طريق الرسم هيقدر بقى يشحن تاني طاقة ايجابية من خلال ان هو هيصلح على الرسمة دي. يتخيل نفسه بعد لما اتعافى من شعوره السلبي هيرسم بقى دلوقتي رسمة جديدة، رسمة اللي هي فيها شعوره الإيجابي، إنها كده، إن هو كده فيه كده شعور سلبي اتعبر عنه بالرسم كده قدامه، وهو في نفس الوقت قدامه شعور تاني إيجابي إن هو دلوقتي رسم نفسه بعد لما اتحسن، فاللي هي أكن الصورة الجديدة هتشيل الصورة القديمة. الصورة الجديدة بتشيل الصورة القديمة. بالظبط كده. طيب هو حضرتك لحد علمي إن حضرتك مهندس. مظبوط. فليه اخترت انك انت تدرس العلاج بالفن؟ يعني احنا شايفين ان حضرتك بتتكلم عن مش مجرد موهبة، انت بتتكلم عن خبرات علمية او مواد علمية بالفعل انت اطلعت عليها. صحيح. وده واضح من طريقة كلامك او من الادلة بتاعت حضرتك، وانا احييك على الدرجة العلمية اللي حضرتك وصلت لها. مش كتير مننا بيبقى عنده بال ان هو يقرأ ويبحث في العلوم الاخرى. يمكن علم العلاج بالفن حاجة جديدة في مصر لينا. هي تمام. دلوقتي فعلا حاجه جديده فعلا. بالظبط، هي فعلا حاجه جديده، بس احنا عايزين نعرف ليه، ازاي دخلت في العلاج بالفن وليه اخترت العلاج بالفن بالظبط رغم ان هي بعيده كل البعد عن مهنتك ان حضرتك مهندس. تمام، حكي لحضرتك. يعني انا مثلا يعني دلوقتي من قيمه كده 4 5 سنين انا دلوقتي كان عندي ظروف يعني شخصيه كانت صعبه شويه، اللي هي خلتني احتاج ان انا اخد استشارات نفسيه. وفي نفس الوقت انا دلوقتي بلعب بيانو داخل كده بقالي فيه 6 سنين. البيانو دي موهبه ولا من ضمن الاهداف بتاعتك انك انت توصل لمرحله كويسه بالعلاج؟ من ضمن اهدافي طبعا. من ضمن طبعًا اهدافك طبعا. اه طبعا. جميل. طبعا. فاللي هو انا اكتشفت ان اكتر حاجه بتجيب معايا نتيجه مؤثره جدا هي اني اسمع موسيقى هاديه واعمل تامل. قلت الله، طيب هي دي. اخدت بالي اولا ان هي بتحسن جدا نفسيتي، زائد ان هي في حاجات اتجلت فعلا على ارض الواقع. طب قلت الله، طيب ما انا راجل بحب البيانو وفي نفس الوقت لقيت حاجه جابت معايا نتيجه، فحبيت ان انا زي ما انا استفدت حبيت ان انا افيد غيري استغلالا لحبي لعزف البيانو. قعدت بقى اسعى بقى ادور تمام لغايه لما عرفت اوصل لدبلومه علاج بالفنون، اخدتها مع انستراكتور خاص لغايه سمعتها لما في الاول قبل ما تدخل في المجال. يعني سمعتها عن دبلومه العلاج بالفن فين بقى، او عرفتها منين ان في حاجه اسمها العلاج بالفن؟ هو انا اساسا يعني دلوقتي كنت يعني اصلا يعني بدون ما اسمع عنها انا كنت عايز ان انا اخش اصلا في القصه دي. تخش في القصه اصلا اساسا يعني فعلت. كنت بتبقى مرتاح للموسيقى وبتصفي ذهنك من خلالها. بالظبط كده. فعشان خاطر كده حبيت انك انت تدرسها او انك انت تدور تعمل حاجه جديده. بالظبط كده. طيب تمام. وتعليمك للبيانو هل كان حاجه صعبه؟ لا خالص. يعني هو معروف ان هو البيانو هي دلوقتي القصه مش قصه دلوقتي بخلال قد ايه، هي اصلا دلوقتي القصه انه ايه دلوقتي هو البيانو عباره عن انه مستويات وتدريبات مستمره، فدي حاجه يعني تعتبر ملهاش نهايه. تمام. بس يعني اقدر اقول يعني دلوقتي ان انا واصل لمستوى يعني الى حد كبير متقدم. احنا معانا فيديو في خلال 6 سنين. احنا معانا فيديو. تمام. وانت بتعزف على البيانو. تمام. هنروح نشوفه. يساعدني جدا. تمام. اوكي. تقول لنا بقى بعد كده انت اتعلمت البيانو ازاي وكان مرحله ايه معاك. تمام كده. شوف الفيديو اللي جاي. اوكي.
خالص الفيديو اللي فات، انت بقى ايه كانت ايه مراحل التعليم معك، مراحل تعليم البيانو؟ هو انا مينلي يعني دلوقتي كنت بدأ الموضوع بقالي 6 سنين، تمام. عرفت يعني دلوقتي كنت ادور على يعني انستراكتور شخصي، تمام، يعلمني البيانو. فطبعا بدأت يعني بمقطوعات توكي بسيطة لغاية لما يعني بقى دلوقتي حاليا بعزف بقى حاجات كلاسيكال. وطبعا معروف ان هي الموسيقى الكلاسيكية بتساعد جدا على الاسترخاء. ايه علاقة الهندسة، رغم ان احنا كلنا نعرف ان كلية الهندسة من كليات القمة، فايه بقى علاقة كلية هندسة بالبيانو او بانك تشتغل في مجال الكوتش او ليلك بالفن؟ طيب يعني هو يعني على حس كلمة كليات القمة كنت انا بسمع دايما كده حاجة يقول لك خليك انت قمة في كليتك. جميل. وكان عندنا مشرف من ايام المدرسة، الله يا ربي يمسيه بالخير، كان دايما بيقول لنا المهم انك انت تبقى متميز في اللي انت بتعمله. انا مهندس، ولكن دلوقتي اخر قصة البيانو دي كحاجة تانية جانبية انا بحبها، هو عايز يعني اتقدم فيها. جميل. قدرت انك انت بقى تفصل من الهندسة للمجال التاني، او قدرت انك انت توفق ما بين المجالين؟ الحمد لله. ازاي بقى؟ يعني هو انا من دلوقتي عندي دلوقتي الصبح شغلي في الهندسة، بعد كده بقى بالليل توكي بعد الشغل بفرغ نفسي بقى القصة بقى البيانو، وان هو دلوقتي اعرف حاجات توكي نفسية، وطبعا بقى الويك اند طبعا ده يعني بقى ملكي يعني. طيب هو احنا هنشوف الفيديو اللي هو بتاع ورشة العمل، تمام، ونرجع تاني. اوكي. حاجة جميلة جدا ان احنا نوصل لدرجة تقدم في العلاج، تمام. بس احنا بقى عايزين نعرف الفترة اللي فاتت، فترة كورونا، اثرت علينا كلنا في شغلنا، تمام. فهل هي كان عايزين نعرف تأثير فترة كورونا، هل هي اثرت عليك بالسالب من خلال شغل الهندسة وخلال شغل العلاج بالفن، ولا قدرت انك انت تستغل الفترة دي في حاجة كويسة بخصوص العلاج بالفن؟ انا بالعكس استغلتها احسن استغلال، عشان خاطر احنا دلوقتي شغل الهندسه احنا كنا مينلي شغالين من البيت، فبالتالي كنت حاسس ان هو كان في وقت اكتر، فكنت بقى بستغل بقى هذا الوقت ان انا اقرا اكتر في حاجات علم النفس، وان انا اطور نفسي في البيانو، لغايه لما بالظبط في شهر 8 2020 ساعتها عرفت اوصل لدبلومه دلوقتي في علاج كبير الفنون، تمام؟ تمام. ودرستها، وبفضل الله حصلت على شهادة معتمدة من جامعة كامبريدج الدولية ان انا كوتش علاج بالفنون. حاجة جميلة جدا انك انت تستغل فترة كل بتأثر على الناس بالسلبي، انك انت تقدر تستفيد منها حاجة ايجابية. ويعني اتمنى ان اغلب الشباب يفكروا في انهم يستغلوا وقتهم، يعني في ناس كتير بتقول لا انا مهندس، انا دكتور، انا مش فاضي. عمر المجال الشغل ما كان بيأثر عليك. صحيح. حتى لو قريت صفحتين كل يوم في كتاب علم نفس او في رواية او في كتاب تقدر تاخد منه معلومة مفيدة او باور، فدي هتبقى حاجة مفيدة جدا حتى لو كانت في مجال عملك، سواء كنت دكتور او مهندس او HR. صحيح. حابين ان احنا نختم حلقتنا بانك توصل نصيحة للشباب من خلال مرحلة نجاحك، وانك انت كنت شخص فعلا مميز وناجح ودايما على القمة، بعيد عن مجال هندسة، بخصوص المجال الجديد طبعا اللي هو العلاج بالفن اللي هي حاجة جديدة عندنا في مصر والعلوم اللي انت درستها. فعايزين من خلال تجربتك انك انت توجه نصيحة للشباب. احب دلوقتي اوجه لكل الناس ان هو
ان هو دايما كلمه السر في كل حاجه هي الحقيقه، دايما بتخش فيه جزئيتين. اول حاجه ان هو اتعلم ان انت ازاي تعيش اللحظه، وان انت ازاي تعرف تستغل الحاجه اللي في ايدك احسن استغلال، بحيث ان هي هتخدمك لصالحك. دي اول نقطه. تاني نقطه، حافظ دايما ان انت تكون في حاله استرخاء، واللي هو في حاله سلام نفسي. واحسن طريقه ان انت تعمل بيها ده هي ان انت كل يوم قبل النوم من 5 لـ10 دقايق اسمع موسيقى هاديه واسترخي عليها. دي فعلا هتغير حياتكم ان شاء الله يعني بشكل احسن بكتير جدا. اتمنى لكم كل خير. اسمح لي ان انا اشكرك انك انت شخص حضرتك ناجح، واشكرك على معلوماتك المفيده اللي انت قدمتها لنا وقدمتها للجمهور. وانا بشكر الشباب بالنيابه عن فريق عمل برنامج شباب على القمه. شكرا بجد لكل شخص ناجح، شكرا بجد لكل شخص بيسعى للنجاح، شكرا بجد لكل شخص حابب ان هو يكون صاحب بصمه اجتماعيه. ونصيحتي للشباب، هتلاقوا مشاكل كتير، حاولوا انكم تتخطوها، وخليكم دايما معانا على القمه. انتظرونا الخميس اللي جاي الساعة 4:30 مساء وحلقة جديدة وضيف مميز زي كل مرة. شكرا لكم.